خلينا نروح برضو عشان الوقت بيجري ليه هنا الشق الخاص بقى بتجربتك مع الاهلي، وطبعا كابتن الجوهري الله يرحمه، فاكيد اتعلمت واكيد جيت انت بفتره يعني. فالكابتن جوهري دي بصراحه كانت فتره من الفترات المحببه جدا لقلبي، وكنت انا محظوظ يمكن، واشتغلت مع كابتن جوهري بالحظ، مش ما كانش بترتبه. كنت رايح النادي الاهلي الاردني وكان مدرب سوري وجاب مخطط الاحمال معاه، فبالتالي انا هركب الطياره وارجع. فحصل كونتاكت الله يرحمه كابتن سمير زاهر، قال لي كابتن جوهري موجود ومحتاج حد في رحت قابلته في اتحاد الكره الاردني، و يعني عمل لي تيست كده، وبعدين قال لي انت شكلك تبقى شاطر يا ابو حميد. كنت انا لسه 27 سنه. المهم قعدت يعني تعاملت مع شخصيه مش عايز اقول لك يا استاذ كريم غير طبيعيه في الكوره في المانجمنت، ودايما دايما اتكلم على الحته دي في اي لقاء او في اي حاجه. الكابتن جوهري من نوعيه المدربين الكبار جدا، لدرجه ان هو يديك الحته بتاعتك ويحاسبك عليها. يعني كان دايما يقول لك عكس المدربين، في مدربين كتير جدا يقول لك انا بعمل كل حاجه، انا بتاع البدني وانا بتاع الفني وانا بتاع التحليل وانا بتاع ولو لعيب اصابه انا اللي انزل اكشف عليه عادي. شوف الكابتن جوهري بقيمته، وكان تاسع مدربي العالم، وبعرض عليه برنامج ما للعيب احنا باهله برجعه تاني الملعب، فبعرض عليه بقول له يا كابتن انا هعمل كذا وكذا وكذا، قال لي شيل الورق ده وامشي. وانا لو عارف الحاجات دي كنت جبتك، انت جايب مدرب معانا ليه وبتقبض ليه؟ عشان تأدي حتتك صح. انا بقى حاسبك امتى؟ لما الراجل ده ترجعه لي الاقيه مش راجع، جهز شنطتك وتروح. مفيش فدرس ان هو الحته التخصص. عشان كده دايما اقول لك ان اللي بيفرق الغرب عننا كمصر ان احنا دايما بنبدا متاخر قوي، وما بيديش كل حد حتته. الاستاذ كريم فنان فنان ومذيع، انا مش ما ينفعش ابقى فنان، لا لازم ابقى فنان بالعافيه. ممكن بقى يبقى معايا فلوس اعمل قناه واقعد كده احط رجلي على رجلي، هتسمعوني انا تسمعوني. فاحنا القصه لازم تبقى كل حاجه في اطارها، كل حاجه في اطارها بتبقى مريحه. التجربه بتاعت النادي الاهلي كانت مع الكابتن فتحي مبروك، اسعدني اختياره يعني. والكابتن فتحي مبروك من الناس اللي اثروا واثروا في النادي الاهلي، ويمكن الجيل اللي حضرتك شايفه ده، انا بس عايز احط الفضل لاهله، الجيل اللي حضرتك شايفه ده الكابتن فتحي مبروك وما قبله اللي موجود، احمد كوكا، مصطفى، حمزه، الناس دي كلها صناعه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا فكانت تجربه محترمه جدا وحاجه جميله جدا. والنادي الاهلي فعلا ما بيتاخرش عن ولاده وما بيتاخرش عن قياداته في طلب اي حاجه لينا يعني. صحيح، شكرا.